جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضنا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم رشدتم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله بغافل عما تعملون. الله
استغفر الله العظيم واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليه.